شهر 5 اللي فات كنت بعت لشركة اوتوديسك بسبب موضوع ان في موضوع الكراك، ان في ناس كتير عايزة تشتري البرنامج بس سعره غالي جدا، 1700 دولار في السنة كتير جدا علينا، حتى في مكاتب اصلا ما بتشتريهوش. فكنت بعت للشركة وقلت لهم نحاول نلاقي حلول للموضوع ده، قالوا لي يعني مش هينفع علشان هو ده، هم شايفين ان هو سعره كده، لان الشغل اللي بيتعمل بيه سعره غالي جدا، فشايفين ان 1700 دولار ده سعر قليل جدا يعني. المهم قعدنا في ايميلات وحد اتصل من الشركة بيا، قلت لهم يعني عايز حد يكلمني، وفعلا واحد اتصل وقعدنا نحاول نشوف حلول كده للموضوع، بس في الاخر قال لي يعني انت ما قدامكش غير انك تشتري النسخة الاصلية، يعني بما انك انت خلاص مش طالب، لان الطلبة بياخدوا بكارنيه كلية لازم علشان يتأكدوا ان هو طالب، بياخدوا اللايسنس فري. المهم وصلنا في الاخر يعني اقترحت عليهم اقتراح كده، ان قلت لهم يعني كده كده اوريدي الناس بتشتغل بالنسخة الفري بالكراك، فانتوا كده الخسرانين، يعني الناس مش خسرانة حاجة، هما الناس عايزة فعلا تشتري النسخة الأصلية بس سعرها غالي جدا عليهم. فلو افترضنا ان هما لو نزلوا النسخة ب100 دولار بس بدل 1700، طبعا فرق كبير جدا بس يعني هو ده كان الاقتراح، لو نزلتوا النسخة ب100 دولار بس، لو استخدم البرنامج 1000 مليون يوزر، يبقى انتوا كده كسبتوا كام؟ 100 مليون دولار، في حين ان انتوا دلوقتي خسر يعني خسرانينهم اصلا، انتوا ما بتاخدوش منهم حاجة لان الناس بتستخدم النسخة فري بالكراك. فقعدوا فترة كده وقال لي خلاص احنا هنفكر في الموضوع. وبعدها ب3 شهور شهر 8 اللي فات نزلت فعلا النسخة لميدل ايست، لان انا كنت دخلت وقتها قال لي في حاجة اسمها 3D Max Indy، 3D Max Indy دي نسخة مخفضة بس ليها شروط معينة، في كندا مثلا لازم يكون صافي دخلك من الشغل اللي انت بتعمله اظن كان 75,000 دولار او 100,000 دولار سنويا، طبعا يعني احنا في ناس كتير ما بتعملش الرقم ده، يعني هما شايفين ان انت لو عملت الرقم ده لو انت بتجيب 100,000 دولار بس فانت من حقك تاخد النسخة المخفضة، لان ده رقم زهيد جدا يعني، فانت كده يعني ما بتكسبش كتير، فماشي مش هتقدر تدفع النسخة بس. وشهر 8 اللي فات فعلا نزلوا النسخة ب250 دولار بس، فده حاجة كويسة لكل الناس اللي عايزة تستخدم النسخة المخفضة، يعني النسخة بتاعت ال 3D Max Indy نزلت للميدل ايست ب 250 دولار بس. فدلوقتي اي حد ممكن يقدر يدخل على 3 دي ماكس اندي، مش اوتو ديسك، لان اوتو ديسك اللي يخش على 3 دي ماكس اندي، وهتلاقي ميدل ايست نزلت في الليست اللي موجودة، لان كان ميدل ايست ما فيش فيها غير تركيا بس، دلوقتي نزل لمصر ونزل للإمارات وللسعودية أتوقع، البحرين، يعني أكتر من دولة في الشرق الأوسط بس. فأي حد دلوقتي يقدر يدخل يشتري نسخة مخفضة ب 250 دولار بس، ودلوقتي يعني بحاول مع كيس جروب إن هم ينزلوا سعر الفيري، لأن دلوقتي سعر الفيري أفتكر إن هو ب 600 وشوية أو 700 دولار، فده اصلا اكتر من سعر 3 دي ماكس، فادينا بنحاول ولو في جديد ان شاء الله. طيب انا دخلت دلوقتي على الويب سايت بتاع 3 دي ماكس اندي، هحط لكم اللينك بتاع الويب سايت في الديسكريبشن تحت عشان تدخلوا عليه على طول. لما تدخل اي حد يعني اختار البلد بتاعتك، لو انت في مصر تختار ايجيبت، لو انت في السعودية اختار سعودي ارابيا امارات وهكذا. هتدخل هيقول لك في شروط معينة، هما 3 شروط. اول شرط ان انت يكون ده بالنسبة لايجيبت، عشان انا بصراحة ما شفتش باقي الدول فيها الشروط بتاعتها عشان هي بتختلف من دولة لاخرى.
أولا هو سعر النسخة 265 دولار، مش 250، أوكي بالظبط، يعني 265 دولار. أول شرط إن أنت عشان يتأكد هل أنت صالح إنك تستخدم النسخة دي ولا لأ، أول شرط إن يكون الجروس ريفينيو بتاعك 50,000 دولار أو أقل من كده. تاني شرط إنك ما ينفعش تستخدم النسخة دي في مشروع يكون معدي 100,000 دولار. تالت شرط إن هي اليوزر واحد، يعني ما ينفعش تستخدمها وتستخدمها على أكتر من جهاز، أو أكتر من، أو تستخدمها في أكتر من مكتب وهكذا، يعني هي يوزر واحد ولمدة سنة واحدة. فأنت بتدخل وتختار وتقول له إن أنت eligible في للموضوع ده يعني، بس هتلاقي السعر طلع لك بعد كده 265 دولار في السنة، بتدفعه وخلاص، بتستخدم النسخة عادي زيها زي النسخة الأصلية بالظبط، اللي هي مش المخفضة، النسخة اللي ب 1700 دولار، مفيش أي فرق ما بينها وما بين النسخة دي، هي هي بكل المميزات بتاعتها وبكل حاجة، مفيش حاجة مقفولة، بس تقدروا تستخدموها وكل سنة بقى تجددوها بس كده. ولو في أي حاجة ابعتوا لي، لو قدرت أساعدكم أكيد مش هتأخر يعني.